تسبب غصب طيران الاحتلال الأمريكي خلال الأحداث التي شهدتها الأحياء الجنوبية لمدينة الحسكة دمارا هائلا بالمباني الحكومية وممتلكات المدنيين، مع اتهامات أهلية بجرف عدد من المنازل بذريعة تحصن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخلها، وتروي شهادات المدنيين وقائع مريرة شهدتها هذه الأحياء مع مطالبات بتعويضهم ماديا لإعادة بناء منازلهم من جديد. جتنا داعش، صار القصف وطلعنا، والطيران بيوتنا كلها على الأرض، واستقل عندي 7 أطفال، رحت على بيتي على الأرض، ونطلب مساعدات من الجمعيات من أين مكان، انهم يساعدونا نرجع لبني بيوتنا، نرجع نسكن، ما عندنا مكان نلجع عليه. تدمرت البيوت كلها، ما طيران وما طيران، وطبعا تعرفون انتم الوضع شلون صار. هذا نطلب احنا المنظمات العالميه والدوليه مساعده الشعب. طيران ورصاص ومدفعيه ومنجيتي، صرنا ساحه معركه يعني على حساب الدم الأبرياء الذي لا يملكون إلا قوت اليومي، حتى ما يملكون قوت غدا. طيران وتعرف اشتباكات وجينا على المكانين، وبيوتنا بي منها تضررت، مثلا تخلعت الأبواب، الأرصار بقذيفة، ونرجو من المعنيين بهالأمور اللي تساعدنا بالمجال اللي تقدر عليه، يعني يعوضونا عن الخسارة اللي خسرناها وعن حالنا اللي موجودين به. ومع الدمار الكامل الذي لحق بالمنازل، تواصل الجهات الحكومية تقديم الخدمات لعشرات العوائل في مراكز الإيواء الحكومية والتي لم تعد تملك أغلبها مكانا تأوي إليه إثر خسارة الممتلكات والمنازل. تضافر الجهود الجمعية من الساعة الأولى للاستجابة، تقديم كافة الوجبات وأبوات المياه لكافة مراكز الإيواء والنازحين، تقديم عيادة متنقلة، بالإضافة قدم مشروع الصحة والتغذية التابع لجمعية المواد الخيرية وبدعم من منظمة اليونيسيف، الكشف عن حالات سوء التغذية المبكر، وتقديم زبدة الفستق، وتقديم رعاية صحية أولية وخدمات تغذوية. باشرنا بافتتاح مطبخ جماعي بإشراف من إدارة الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال. كان هذا المطبخ يقدم وجبات بشكل يومي، وجبات غداء لأخوتنا النازحين بمركز إيواء عالبال، وقدمنا كمان مرة لمركز وليد نوفل وجامع عثمان بن عفان ومركز همة. كان طبعا كله ضمن شروط صحية، هذا الأكل كله مغلف ومعلب بوفق شروط صحية 100% إن شاء الله. أثبتت الوقائع الميدانية ما ذهبت إليه البيانات والتصريحات الرسمية والحكومية بالضرر الكبير الذي لحق بالبنى التحتية الحكومية والأبنية الجامعية وممتلكات المدنيين، ما يكشف عن استمرار المخطط الأمريكي التدميري في البلاد. أيهم مرعي، لقناة سما، مدينة الحسكة.